يعني في الواقع ما حدث يوم أمس كان مراهقة سياسية بامتياز. حقيقة هناك من جاء جديدا إلى الساحة ويريد أن يطبق أجندات خاصة به، وحقيقة القرار هو مخالف للقانون، مخالف للدستور، وخارج صلاحيات مجلس المحافظة. ما جرى بأنه حسب قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 لا يجوز إعفاء صاحب أي منصب إلا أن يسبقه استجواب، وهذا الاستجواب يجب أن يستند إلى مواد هي هدر المال العام، استغلال المنصب الوظيفي، عدم النزاهة، عدم الكفاءة، هذه لم نراها. وبعد إعفائه يتم فتح باب الترشيح، لم نسمع لا بباب الترشيح، وهذا باب الترشيح أيضا يستند إلى مقومات، منها أنه يكون غير مشمول بالاجتثاث، غير مشمول بهيئة المساءلة والعدالة، غير مشمول بقيد جنائي، يجب أن يكون حامل شهادة البكالوريوس، يجب أن يكون له خدمة إدارية فعلية 10 سنوات، هذه كلها لم تنطبق. لذلك على من تضرر يوم أمس اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن بهذا القرار، وهذا القرار بالتأكيد سيلغى لأنه خارج إطار القانون. يعني بالتأكيد اليوم نحن نقول بأنه ما حدث هو حقيقة خارج نطاق الواقع السياسي في العراق. الواقع السياسي والعرف السياسي في العراق هو يمشي أو يسير باتجاه التوافق، ولكن ما حدث هو يوم أمس خارج إطار التوافق والتوازن. لذلك أعتقد هذا سيكون لديه انعكاسات على واقع محافظة نينوى مستقبلا. أنت اليوم هو 16 أنت 13، فأفضل شيء أن تعلق عملك لكي يعرف الباقون بأنه أنت جزء مهم، لأن اليوم حتى إذا تجي تحسبها هم 16 هذا 13 يحتاجون إلى عضو آخر لكي تنقلب ويكون عدم انعقاد جلسات المحافظة نهائيا. لذلك نحن نتخوف، نريد أن يكون هذا المجلس متكامل، يعمل بصورة تكاملية بتنسيق متكامل لكي يستطيع النهوض والتطور، لا أن تكون خلافات من البداية، لأن كما قلت في البداية هذه أساليب مراهقة سياسية بامتياز، وحقيقة هذه الأساليب لن تنجح، لأن هناك أحزاب عريقة هي من أسست العملية السياسية، وحقيقة هي في النهاية من سيكون لها القدح المعلق. لا يمكن إدارة محافظة مثل نينوى أو كركوك بالأغلبية أو بأن يكون أحد صاحب السطوة والنفوذ، يجب أن يكون هناك نوع من التوافق، لأن هذه مدينة مكونات، يجب أن يحصل كل مكون على استحقاقه.